عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي الغالية، إن شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم وجبة جد سهلة ولذيذة. فكما كتلاحظوا عندي هنا 4 ديال البطاطا، 2 دنجالات، 2 فلفلات ملونين، 3 ديال المطيشات، وواحد البصلة صغيرة مشلطة رقيقة. بهذه المكونات إن شاء الله مع إضافة أخرى غادي نحصلوا على واحد الطبق اللي كيجي أكثر من رائع. فغادي نبدأ على بركة الله. كما لاحظتوا أيضا غادي نحتاجوا الكفتة، الكمية على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر. فهنا خديت ديك بطاطا وغادي نقطع الدوائر الرقاق على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف عليها الماء والملح وغادي نردهم باش غادي يتسلقوا. من بعد خديت ديك البصله صغيره غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت. البصله كتكون مشحره مقطعه رقيقه، كنشحرها حتى تتنزل مزيان كما كتلاحظوا. ضروري البصله ديالنا نخليوها تشحر مزيان حتى تدبل عاد باش غادي. فبالنسبه لدوك مطيشات حكيتهم في الحكاكه الغليظه، غادي نخليهم يتشحروا مع ديك البصله حتى تينزلوا لينا مزيان. دائما مع التحرك حتى تنزل لينا مزيان. انا خديت ديك الدجاج والفلفله شويتهم فوق البوطه ودرتهم في واحد البلاستيك غذائي، خليتهم حتى يرطبوا مزيان باش غادي يسهل عليا انني نقيهم. هنا ديك مطيشه اللي خليتها تنزلات مزيان غادي نضيف عليها معلقه ديال مطيشه الحك، الابزار، الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملح على حسب الذوق، وايضا واحد نصف ضامه ديال البكري كتبقى اختياريه، كتزيد واحد الاضافه رائعه. غادي نضيف ايضا القزبر والمعدنوس تقريبا واحد جوج معالق، غادي نخليهم يزيدوا يتشحروا. فغادي نضيف ايضا زيت الزيتون، فدائما زيت الزيتون كنخلي حتى تنضيفه مع التتبيله باش كتبقى النسمه ديالو باينه وكتجي رائعه. فكما لاحظتوا لاصوص ديالنا جات عاقده وطيبه مزيان. عاد باش غادي نضيف ديك الكفته وغادي نحلها مزيان مع ديك الصوص. هنا خديت داك الدنجال اللي شويت غادي نقطعو رقيق، ايضا الفلافل غادي نقطعهم رقاقين. فهنا من بعد ما قطعتهم رقيق للفلافل للدنجال غادي نضيفهم من فوق ديك الكفته. بعد ما تشحرت لي الكفته غادي نضيف دوك الدنجال والفلافل. فصدقوني راه كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله الا جربتوها. فالنسمة ديال الكفته مع الدنجال كتجي متواتيه، والدنجال خصوصا كيكون مشوي كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. فغادي نستمر هكا بالتحرك. وفي الاخير كنضيف الثومه بودره، فاذا كانت عندكم الثومه طريه فضيفوها من الاول، الا كانت بودره فخليوها حتى للاخير باش كتجي النكهه ديالها واضحه وباينه. دائما مع التحرك حتى تتشحر لينا مزيان هذا الصوص. ويلا بانوا لينا شي قطع ديال الدنجال هكا باينين فنمعكوهم هكا باش كينسجموا مع ديك الكفته وكنحصلوا على واحد المذاق اللي كيكون رائع. غادي نضيف ايضا الهريسه فكتعادل الذوق وما كتجيش باينه بزاف وكتعطي واحد المذاق رائع. خديت واحد المول اللي يدخل الفران كندهنوا بزيت الزيتون. من بعد كناخد ديك البطاطا اللي طابت ليا تسلقات وصفيتها من الماء ديالها كنسرحها كامله على المول. فالبطاطا ديالنا كتكون طايبه مزيان لان ما غتاخدش وقت طويل في الفران. من بعد كناخد ديك الصوص ديالنا اللي حضرناها ديال الدنجال والكفته اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى صديقتي انكم تجربوها، فدائما كنشارك معكم كل ما هو سهل وبسيط وفي نفس الوقت لذيذ. غادي نسرح الطبقه حتى تنغطي البطاطا ديالي كامله بالتساوي.
من بعد ما غطيت بطاطا بديك الطبقه ديال ديك الصوص كناخذ الفرماج الاحمر او اي نوعيه الفرماج متوفر عندكم. يمكن لكم حتى الا ما كانش متوفر عندكم هذا الفرماج ديروا فرماج ديال المثلثات المربعات الساندويتش وتقطعوا قطع صغيره وتغطيوا الوجه ديال هاد الطبقه ديالنا. فماشي بشرط يكون هذا النوع ديال الفرماج. فدابا غادي ندخلو الفران من بعد ما غادي نضيف واحد الصوص اللي ضروري اننا نضيفوها جوج ديال البيضات. فقبل ما كندخلوهم الفران ضروري نضيفو هاد الصوص جوج ديال البيضات، ربع كاس ديال الحليب، جوج ديال الفرماجات، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وغادي نطحنوا الكل. كنحصلوا على واحد الصوص اللي جيت لذيذه وكتغني لينا هذا الطبق ديالنا. كنفرغوه من فوق الوجه ديال الطبق، كنكونش عليه الفران من قبل فكنشعلوا على الفران غير من التحت حتى تطيب لينا وتوصل لينا الحراره للوجه ديالو كيذوب داك الفرماج وكطيب لينا هذا الصوص. فبلا ما نشعلوا الفران من الفوق فراه كيوصل له الطياب باش ما كيتحرقش لينا داك الفرماج وكيبقى المذاق ديالو رائع. فغادي نتلاقاو صديقتي من بعد ما نخرجوا من الفران. فهنا قبل سمحوا لي صديقتي فراني زينت الوجه ديالو بالزيتون الاسود، كيجي اكثر من رائع في الزيتون الاسود فهاد الطبق كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، كيعطي واحد الطعم رائع كيجي متواتي مع المذاق ديال الدنجال والمذاق ديال الكفته. فانا غادي نزين الوجه بالزيتون الاسود وايضا حتى بواحد القطع ديال الفلفله الحمراء اللي خليتها من ديك الفلفله اللي شويت في الاول، خليت منها بعض القطع كما كتلاحظوا على هذا الشكل. غادي نزين بها هي والزيتون الاسود. من بعد غادي ندخلوه للفران كما ذكرت معكم، كنشعلوا له غير من التحت حتى تطيب لينا وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو اللي كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. فإلا جربتوه صدقوني صديقتي غادي يعجبكم. فهنا من بعد ما زينتو بالزيتون الاسود راه كيضيف واحد الاضافه رائعه، ضروري انكم تضيفوه لهذا الطبق ديالنا كيجي رائع. فغادي نخليكم صديقتي مع الصور النهائيه من بعد ما يخرج الطبق ديالنا من الفران، كنتمنى انه يعجبكم. هذا هو الشكل ديالو كيجي لذيذ بزاف كما قلت لكم، ما شعلش عليه الفران من الفوق غير من التحت فراه كيذوب لينا داك الفرماج وكطيب لينا ديك الصوص. كنتمنى انه يعجبكم، الى عجبكم فما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه ومن البارطاج. الى كنتو جدد فمرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. شكرا لكم، الى اللقاء. دمتم بخير.